هنا وهناك شايفانا وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة مشاهدينا في كل مكان مساء الخير واهلا بيكم معانا في ليله عمر جديده وعلى طريقه الافراح والليالي الملاح يتشرف المعد الصحفي حازم الحديدي المخرج نبيل عبد النعيم وانا انجي انور بدعوتكم لحضور حفل زفاف فنان شامل شامل جدا غناء تمثيل تلحين وانتاج ضيفنا النهارده حسين الامام رقصة الرمش في عينيكي بسمة جبينك تحت خصلة شعر حلو مضللة كل دول بيشوقوني كل دول بيخوفوني علموني ازاي اخاف منك عليكي علموني ازاي يكون معنى الكلام الفنان حسين الامام اولا اهلا بيك في ليله العمر اهلا بيك يعني ايه ليله عمر بالنسبه لك ليله عمر يعني حاجات سعيده المفروض يعني ما تنسيهاش ابدا مدى الحياه قد تكون لحظه في ليله طويله جدا قد تكون مناسبه سعيده هتحتفل بيها كل سنه وقد تكون ليلة غيرت مجرى حياتك إلى الأحسن المفروض يعني ليلة
ألف ليلة. تفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا، وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا، مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة. نفتكر مع بعض كده ازاي في الاول اتعرفت على سحر رامي. الحقيقه انا شفت سحر في اعلان في التلفزيون، وكنت معدي كده والتلفزيون كان شغال، وبعدين بصيت حسيت ان انا اعرف البنت دي يعني، بس قعدت ابص لقيت نفسي ما اعرفهاش. وبعدين بعد كده رحت بالصدفه استوديو عند كانت تعمل فوازير مع الراحل فهمي عبد الحميد، رحت مع اصدقاء زياره للاستوديو قابلتها وسلمت عليها وتعرفت عليها. وبعدين جيت بعد كده كنت هعمل شغل انا ومودي، كنا هنصور اغاني لينا، فطلبتها تبقى معانا، وفعلا رحت واتفقت معاها وكل حاجه، وما صورناش الاغاني لكن اتجوزنا. وهي كان رد فعلها ايه؟ البشر بيحسوا ببعض يعني، ربنا خلق عندهم اجهزه يقدروا يحسوا اذا كان في حقيقه في المواضيع دي ولا مفيش. احنا كتير قوي بنعرف لما حد بيكذب علينا انه بيكذب علينا، وبنسيبه يضحك علينا سواء بمزاجنا او بيبقى فيه طمع عشان كده البني ادم بينخدع، انه طمع في حاجه وهو عارف ان في كذبه كبيره هو داخل عليها وهيقع فيها وهياخد المقلب للاخر وكل حاجه. فطبعا هي حست ان 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 انا كلامي صح، وان انا في احساس طبيعي، والاحاسيس دي بتنمو. وفعلا زي ما بيقولوا بقى عندنا بالبلدي كده النصيب والحاجات دي حقيقي، فعلا في حاجات نصيب وفي حاجات مش بايدينا، واذا مشينا ورا احساسنا الحقيقي فعلا بنجيب نتيجه كويسه، وده اللي حسيناه انا وسحر مع بعض. حسين حسين ثانيه واحده، حسين ثانيه واحده. ولا كان بيد اخطار فالحب فيه اسرار، ولا كان بيد اخطار فالحب فيه اسرار، شفتك حبيت في ثواني ولقيت قلبك ولقاني، وتاريخ مخلوق علشاني والحب كان قدر وقدر. الفنان حسين الإمام يوم فرحك كان يوم غير تقليدي على الإطلاق، فهل مواضيع الشبكة والمهر أيضا كنتم فيها غير تقليديين؟ لا ما اتبعناش ده، وسحر كانت مصرة ان احنا اللي نخطط كل شيء، يعني احنا اللي نتجوز، يعني مش اهالينا اللي يتجوزوا لنا، واحنا اللي عملنا كل. صحيح في عمتها، عمت باباها، خالت باباها، هي نزلت معاها ينقوا شبكه لان تفهم في الحاجات دي وحاجات زي كده، بس برضو مش بالاسلوب، يعني ما كانش فيه
الضيق انا من رايي مش لازم الناس يعني حتى في العصر اللي احنا فيه دلوقتي الدنيا مش زي زمان. زمان كان في سهوله خالص في ان الناس يلاقوا مكان هيعيشوا فيه، انهم ينزلوا يجيبوا شبكه، ده كان سهل قوي، وما كانش الغلاء زي دلوقتي او المعاناه اللي هيعانيها اي عريس زي دلوقتي. فلازم الناس سهل شويه عشان الحياه تمشي، لان كل لما الحياه تبقى فيها صعوبه ومعاناه لازم احنا نسهل على الناس شويه. ففعلا ده اللي حصل بيني وبين سحر، ان كان في سهوله والحكايه نامت مع بعضها. يعني التقاليد كويسه وكل حاجه، بس بتتناسب مع كل فتره. في تقاليد كانت تنفع سنه 19 وسنه 20 ما تنفعش دلوقتي في نهايه القرن نهائيا، وده اللي احنا عملناه عشان المركب تمشي. رمينا حاجات كتيره جدا من الاحمال فخففنا المركب وانطلقت ومشيت كويس الحمد لله. لو اتنقلنا لنوع تاني من ليالي العمر، فاكر الليلة اللي جه فيها يوسف أول مولود ليك؟ ده هو خد يوم بحاله، مش ليلة يعني، لأن ده برضو معاد وصول شخص لحياتنا دي، وابتدت من 10 الصبح ونزلنا أنا وسحر، رحنا وكان معانا بوسي أخت سحر، وطبعا علا جت بقى وأمي وكل الناس. المستشفى فجأة اتملت، وبعدين خيري بشارة جه وكل اصحابي جم وفضلنا قاعدين، ومدحت السباعي فجأة لقيته في المستشفى. ناس كتير قوي متذكرهم دلوقتي، وقعدنا كلنا مستنيين وصوله. افتكر وصل 6 بعد الظهر،
يوميها واتطمنا وخرجت بقى مع اصحابي خيري وكلنا وروحنا قعدنا نحتفل لغايه وقت طويل قوي. دلع النونة هاشتك النونة، دلع النونة هاشتك النونة، طب رقص النونة فسح النونة، دلع النونة هاشتك النونة. Hello, my name is Fosdo. I'm 1 year old. I live in Egypt. واسمي بالعربي فوزدو المدهش. والنهارده 25 اكتوبر 92 عيد ميلادي. فوزدو مصري كده وكده. بس هو الحقيقي مش مصري. من بروناي. انا من بروناي. انا في الحقيقه بطه بس على شكل بني ادم. فوزدو الفنان حسين الامام احنا بنشكرك وبنتمنى ان كل ليالي حياتك تبقى ليالي عمر. مشاهدينا في كل مكان والى لقاء جديد وليله عمر جديده. ليله 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 ليله
واحده تسوى عندي تسوى عندك الف ليله. تفتكرها وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا وتحكي معانا والناس هنا وهناك شايفانا مستنيين يعرفوا على نار ازاي دخلت الجنة الليلة.